تعودك على الله يا شيخ وفتح محل بقالة ومحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حق ربيع. عليكم السلام ورحمة الله، حلة البركة المعتاد بقى يا شيخ ربيع. بس من الطازة يا شيخ ربيع. انت عارف يا شيخ رشوان احلى حاجه دايما ليكم، وبعدين احنا ما بنشتغلش الا في كل حاجه حلوه. صحيح. عامل ايه يا عاطف في الدراسه؟ مستني تكسر ثانويه عامه. الله الله الله، ربنا يبارك لك كده ويكرمك بمجموع حلو زي البسبوسه بتاعتكم عشان تخش كليه من الكليات اللي عليها العين دي. كله على الله. باين عليك مش واثق في نفسك. الكوره لحسه دماغه يا شيخنا. مالها الكوره؟ والله لو طلع لعيب كوره يبقى ربنا اكرمه اخر كرم. يا ريته بيعرف يلعب، ده بيشجعه بس. يبقى مش مشجع اصيل. ايه بس يا مولانا؟ عشان ما بتصليش يا عاطف، ما حدش بيشوفك في الجامع يعني. ان شاء الله هيصلي، ربنا هيهديه ويبقى في الجامع على طول. الفرق الايام دي بتفوز بالتقوى مش بالمهاره. صلي عشان الفرقه اللي انت بتشجعها تكسب. ان شاء الله ان شاء الله. يلا يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام. السلام ورحمه الله. حصرت البركه. ما تزعلش الجماعة دول، وعشان ما يزعلوش اسمع كلامهم. الأيام دي بتاعتهم، ده غير إنهم زباين حلوين مش عايزين نخسرهم. يابا احنا بنعملهم أحسن معاملة. هم عايزينك تصلي، ما فيهاش حاجة لما تصلي. وأنا بصلي لربنا ولا بصلي ليهم؟ جايز ربنا جعلهم سبب، وده احنا بنرزع. مين غيرهم هيشتري بسبوسة وكنافة من عربية كحيانة في الشارع؟ يا ابني الزباين بتتغير. زمان كنت أقبل العربية دي قدام أي غرزة حشاشين، ما كنتش أبطل ضحك طول الليل وهم ملمومين حوالين العربية. دلوقتي الجماعة السنية دول وإحنا على هوا الزبون، وكل وقت له أذان يا ابني. للحمار على الموضي اعمل له قصي اصله عايق. ده فكره حمار سباخ وتجزو. ان شاء الله حلقه الحمار هتكون احسن من حلقه صاحبه. الملافي السعد يا راجل يا جبله يا هسه. وانا قلت حاجه غلط؟ انت بتفكر الميزان بتاعك اكتر مني ولا يعرف يعمل اللي انا بعمله؟ انت هتجيب قص الحمير زي حلقه البني ادمين؟ ده انت وارث شغلتك على ابوك وجدك وجد جدك، السلسال كله بتاعك ودي شغلته. يا جماعه صلوا على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. انا بقى عارف هو عاوز يغير القصه ليه؟ عشان يبقى حلاق بني ادمين. عشان ايه يا صالح يا اخويا؟ عشان بسلامته سعيد ابنه ربنا يحميه. مش كده يا اسطوحي؟ لا، سعيد ابني ملوش دخل في الموضوع ده. يعني كل الحكايه انا زهقت من الشغلانه دي وصحتي خلاص خسعت. اللي قول لي يا عم اسطوحي، هو بسلامة ابنك واخد شهادة ايه؟ الهندسة. ها؟ الهندسة؟ يعني ابنك مهندس؟ ايه، ومع مرتبة الشرف كمان. يا سبحان الله، دي البلد كلها حتى ولاد الأكابر ما فيهمش حد طلع مهندس. هو ده اللي خلاني أدوق المر وأستحمل رفس الحمير ومهزقة اللي يسوى ولا ما يسواش. بس أنا لما هقابل رب كريم هيقول لي اسطوحي، إيه اللي أنت عملته في حسناتك؟ هقول له يا رب علمت ابني أحسن علام. أحسن علامة يا رب العزة. إن شاء الله بكرة تفرح بيه وتشوفه بأحسن المراكز يا عم سطوحي. مش باين، البلد عينيها مليانة تراب مش شايفة أولادها. مسكين ابن سعيد بقاله سنة يدور على وظيفة لا حس ولا خبر، لازم واسطة. ما معكش واسطة تحط تبني في بقك وتسكت. وأنت هتغلب على واسطة يا عم سطوحي؟ ما أنت قصاص حمير أتامر البلد والبلاد اللي حوالينا. أيوة صح، لو انت يا عم سطوحي ما تعرفش الحاج عبد الغني سلام عمدة الميموني. بس ليه بيركب فرس؟ فرس ولا بغل، المهم تعرفه ولا لا؟ اعرف. يبقى عليك وعليه. انا اقصد اقول يعني يا عم سطوحي ان له ابن اسمه مجدي، بسم الله ما شاء الله عليه، له كلمه نافده في البر كله، والحاج عبد الغني ده رجل خير
وبينه وبينك عمار. السلام عليكم. عليكم السلام. انت جيت يا عم ربيع؟ ابنك خلاها خلي خالص امبارح. الله يسترك يا ابني، عاوز اقابل حضرة الضابط. لو تسمع كلامي بلاش النهاردة، الباشا مزاجه مش رايق. ربنا يروق الاحوال، بس بلاش تعكرها انت. ملوش لزوم يا عم ربيع. دخانك معلش. قول لحضرة الضابط عم ربيع الحلواني طالب المقابلة. طب استناني شوية يا عم ربيع اشوفه لك. ايوه استاذ صلوحي، طلباتك. في حد من اهالي بلدنا مضايقك في حاجه ولا ما دفعش الاجره بتاعتك؟ ربنا يعزك ويعز اهل بلدكم يا حضره العمده، كلهم ناس اكابر ما يعرفوش الغلط. طب الحمد لله. امال مين المحروس اللي واقف جنبك دي؟ ده سعيد ابني، المهندس سعيد يا حضره العمده. مهندس؟ ايوه. امال يا حضره العمده مهندس؟ اها مهندس كده وكده يعني، ولا طالع من كليه الهندسي؟ روح يا سعيد سلم على حضرة العمدة وقول له انت مين. انا حضرتك خريج كلية الهندسة السنة اللي فاتت بتقدير جيد جدا. الله ما شاء الله ما شاء الله، والله براو عليك يا سطوحي. بص بقول لك ايه، ابوك دي تحطه جوه نين عينك من جوه، انت فاهم؟ يعني المفروض يا استاذ سطوحي عمدة بلدكو يعني كافئك ولا حاجة طلباتها. الجيرة كلها يا حضرة العمدة تعرف فضلك عليها بعد ربنا سبحانه وتعالى. وسعيد ابني ده أمانة عاوز جنابك تشمله بعطفك. والله لو حاجة في مقدوري مش هتأخر، اعتبرها جدد. الله يبارك لنا فيك. توصية للباشا سعادة اللواء ابن جنابك علشان وظيفة لابن سعيد المهندس سعيد. بس كده من عناية الاتنين، هكلمه واستبشر خير إن شاء الله. الله يكرمك يا جناب العمدة ويبارك لنا فيك وفي سيادة اللواء. روح يا سعيد حب على إيد سيدك العمدة. حب على إيد سيدك العمدة. إيه؟ وأنا قبل منك أحب على إيد سيد العمدة. مالوش لزوم يا سطوحي. ده يقول لنا رخصة؟ لا وإيه؟ ده حلو صوته في الشارع، عامل لي فيها بطل بسلامته وبيمطح في الحكومة. طب اعتبر الرخصة دي مسحوبة، رئيس الحي مع السيد المحافظ، وأول ما هيرجع هيمضي على المذكرة. يا باشا الله لا يسيئك، حضرتك كبير وابن أكابر وده عيل طايش دماغه طايرة ما يعرفش المصلحة فين. ابنك مش متربى يا حاج. يتربى يتربى يا باشا، بس كل اللي قطع الرزق. العربية دي فاتحة بيت، وبعدين احنا واخدين جنب، لا معطلين شارع ولا عاملين زحمة في أي حتة ولا مضايقين أي حد. ابنك يا حاج عيل عيل يا باشا ومفتون بنفسه شوية، أصل العيال بتوع الكورة لحسوا دماغه وعلموه الشراسة، لكن ربنا هيهديه إن شاء الله. لا والله تمالك يا راجل انت كده مرخرخ قدام قلة أدب ابنك بالشكل ده. أعمل إيه؟ غصب عني يا باشا، أصل ده ولد على بنتين وديني برب فيه أو يبقى حارس عليهم وعلى أمهم لما يحين الأجل. الواد ده بيضرب برشام؟ أعوذ بالله. لا يا باشا إحنا بعاد عن الحاجات دي خالص، وبعدين ده تلميذ منتظر نتيجة الثانوية العامة. ما هو اللي حصل ليلة امبارح ده ما يعملوش غير واحد مبرشم. اللي ينطح في الحكومة بالشكل ده لازم يكون مبرشم يا حاج. لا يا باشا بلاش التهمة دي، احنا مش قدها. الولد مش متربي، غلط لكن كل ده التهمة دي، وانا جاي اعتذر واصلح غلطه. وحضرتك كبير وابن اصول، والعفو من طبع ولاد الاصول.